ايه يا جماعه ما روحتوش ليك؟ الحمد لله الولاد حالتهم مستقره ومفيش مشاكل ومفيش تدهور لاي حاله. اطمنوا عليهم بالتليفون. اهو سمعت بنفسك؟ يلا يلا روحوا. انت اكيد بتكذب صح؟ انت اكيد بتكذب، قول انك بتكذب. ادم ليه يا رب كده؟ ليه يا رب كده؟ ما ينفعش نلوم ربنا. مش هينفع نلوم ربنا. دكتور بعد اذن حضرتك انا عايز اشوفه. مش هينفع دلوقتي، ربنا معاكم بيصبركم. اصل هو الصبح كان بيقول لي اصل انا يا بابا انا مش انا وانا مش في حضنك، فأنا بس عايز أخش أقول له إن أنا مش هكون أنا وهو مش فاضي. ما تلمسنيش لسه ريحته لسه في هدومي، مش عايز أضرب. أنا كنت عارف إنه هيكسب، حلمت إنه هيكسب، كنت متأكد إنه هيكسب.